السلام عليكم الاخوان، مش الجو مليح؟ كلشي مليح، نتمنى ان شاء الله يديري مره مليح. راكني ورا العائله ومره الشهور مليح الاخوان، كنغدي السوق الاسبوعي دكوز غنغان الاخوان كما العاده. السوق تبارك الله الاخوان مش توالم تنزيت الطاس نيو دنا غروم الطاس الاوسط تنزيت انت غروم الاخوان والله العظيم الا خميني نتوالى يوم السوق اللي نديتو غنغان. اللهم بارك اللهم بارك. نعم سيدي نسيت غروم يجي العدد من ودنا الاخوان كي شنو قسم مني توغا عد من توغا توغا كسنت، ولكن كان المجاهدين كان مجاهدا كان مش سقان سحاب زغنغان ان الناس والله ما ديك كس السوق اللي يقيم ذا وقف عاد وقف عاد وقف عاد يخدم خيوه. عزي حسين مش تجيت ناقش مليح عزي حسين بخير؟ ايوا الحمد لله عزي حسين لم يقش مليح بديت غير خارج والله الا حسيت عزي حسين زغش تقصير السوق هذا وقيجن وقت وخسر تكسن عزي حسين السوق وقيجن وقت وخسر تكسن الخو مع عزي حسين يتوري غطاس يسيت تنغرو مني غسمع لك الخو كسن السا مش سقحان السوق كوز غنغان تدير المشكل ضم قرانا عزي حسين خميني خزاخ خميني خزاخ الكويدان مارك توبيتش عن الشاشة توبيتش عن ميكاش الخوضات شا اكيد ماشي محمد واه كسن السا غرو قال لي انا غير حاس شناغرو ما غيدري عام كسان رميتو خدم كسنا زناغرو ما راه خاين ديال الخارج مريش عاوزين يكسن مريش ما راه قد تاغرو لا ولكن ربي وايدي على ديش اسي حسين واش سقسي غير جوج كسان خصو تيري البوينه واه مريت رميت كسن الطاس يوقع للبيطالة دار الطاس يوقع للأزمة ذي النظر ولكن فهمتني غير الله عزيز وقع شاقة قمريش قد بالله قد تتنيو ذا نغرم ستنغي اللي قد تتنغرم قوات كان حد سجوع ولكن تنقص بنا نتوغي بنا الماء رجع عزي حسين عزي حسين يخسط أحد بني شيكار هتزعت السوق مش توغت قش سن السوق مش توغت بني شيكار هتر أحد رخو عزي حسين غا السوق بني شيكار اتخزاد اتخزاد الفرق اللي رميت بالله عمريش رمي رخو فهمتني غير الله وخصنا غير لقيت تنغرم يوان قد تنغرم كحد يوم 200 دورو ديوي هذه الشغرم فهمتني غير الله ولكن المشكل قد غيت ما فهمتش سي محمد تلقاش كارواج بصح حنا راه كلشي ينقص ولكن البركه مازال اهو البركه قيم ولكن تنقص الطاس عزي حسين تنقص فهمتني غير الله بقاش عليك كسن السوق اخو شي حاجه مش حد يخدم لي نيوذان عزي حسين دي السوق ها الطاس نيوذان اللي يخدم لي السوق مرة تغرم مش حاجه دي هدا يخدم نيوذان دي هدا فهمتني غلا انت في ضابع خمسه يخدم خاص ندير الدار الى واش هاد الشاف غاش دي الديكتور اتريكتور فهمت عزي حسين مارت تغرو مار ولكن ماشي غوغرو ما تتمساكين تتنغرو مغاس سن سن بالسيف فهمتني غلا وغا تجيبوش المعيشة تغوكيش وقت عزي حسين فهمتني غلا ناقش نعرف طوماتيش تقيع بو 20 دولار فهمتني غلا اي تقيع بو 20 دولار عزي حسين شحال قد طوماتيشين يشتري ويقش مالك مالك فاخسي شحال غير هكا؟ سفاري ما تسي محمد غير تو معتي شو عتي ويخشان اذن في غرابة الثمن كي غارو شن زيت كي عارض شن كتازي عايشين يوم ما يجي ذم سي محمد تي ويخشان تو معتي شو عتي ويخشان هذا وخنا وخدوع ما يجي ذم نهار واتي ويخشان تي وشمشة توضا عزي حسين وزوج سقسي خويا زغنغان مثلا مركش نزيد السوق ما دي وقع شويه لا لا ويناتني غلا لي غادي وقع هذه وقع السوق وقع الروج ولكن نلقى شي حونه كوري شي تحنت قضيه خدنا وكشني وين هذه الحونه ولا وانت شنو شنو شكي حونه تقدر تقول واش تشرب وتحنت ما مش واش تشرب وتحنت قاش لازم تحونه واش لازم تحونه وانت واش حس غادي منو تغي تقين شي قاي قادي تحنت غادي زنزر خور ماني غير تحنت غاش الكراجات ما غاديش منين الكراجه غاش الكراج كازي حسين اوه يا ودي سي محمد وخش قاش الكراج غاش الكراج قضيه ودي خزان حل شري من غشرين غشرين الكاره اه ميزي غيشرا سي حسين ميزي غيشرا بنادم خواج ميزي غيشرا ارخو مراكش ناس مراكش ناس السوق ماني غير راح شحال الوقت من كورونا ما تواصل مكسن السوق روحنا غا حنان كي انت حنان السوق باخو انت فين السناق شكون ضب اخو تجي فين اي ولكن اي وقال لي مساكين اه ودي يا زي حسين لا اه ودي والو حسين بيتو يزدع بيو عزي حسين يقصح باش يطبخ يخف الناس اش كسنيش تخوف باش تنغرو بس كمان ايوا المهم عزي حسين انا غادي غاتعبي شويه طوما من الوزع الحمد لله كلشي شي شوا ياش عزي حسين هاكي خويا زهير عاود خويا زهير السلام عليكم مش كده خويا زهير مليح كلشي مليح بخير الحمد لله خويا زهير خويا زهير تواصل غير من الخبار ولكن ان شاء الله تلبوني شي حنا شكون كسن الاسواق الاسبوعيه يتجن مره ديال الدب فهمتني غير الله هذيك كسن الاسواق الاسبوعيه مره يتجن ديال الدب خوش كخويا زهير تصور مراكز الاسواق الاسبوعيه ماني غير راح نينا وهم اني تغادي يخدم المساكين من غاخذ من غوانيخ غوانيخ مين غيكسن السوق
حنا شقاب مار الاسود الاسبوعيه بقى شويه 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 تهنت فهمتني غلا مزيان والله لا تبارك الله يا سي محمد الاسواق الاسبوعيه الزنا الاسواق السنويه اللي غير ما غير قالش النموذج نموذج سمعت النموذجيه الاسواق النموذجيه مثلا في زغنغان بين لا مش اللي جات الاسواق النموذجيه ما نسخ ما نجات من سخوت الاسواق النموذجيه دول الاسواق دول الاسواق هذا خمس سنين حقابل شي كان غابوليا فارغ هذا اللي عمان غادا خاص سيفور هذه قار ديالو المفرض حاشك في زوبين ديال الاسواق النموذجيه من خان الاسواق النموذجيه ها كانوا صحابو الاسواق النموذجيه يا اخي ماكس الاسواق ما غير احنا الالوفات ولا ديت عيش ندير اسواق مثلا ها ليش ماني غير اخو خمطوني شحال الاسواق غارغ غارغ زغنان ديت الخميس الاثنين قالوا بنشي كان غنغويا فارغ انا غعالويا قالوا ها خويا ماني غير احنا مش حدا يخدم شحال يخدم من واحد قاعد السوق اخويا زهير كاين كارثه تمخره حتى ولا جن كارثه تمخره ها هذا عشر خلا وحاول قريص على نيشان نيشان انا غير احنا نيشان غير زهير خطوه تغسل خصوات 200 دور وتقنين بطاطا الطوماطيشي دعواصل ايوا سمعنا غير احنا صغير ندير عشيره صغير نصافه مي صغير المصروف حتى ها ليش نغيره يبارك نيش انا زهير ورا نمشي مسري دقيقة اسمعنا دقة ما هنا ما تيل عندي المعقول لا صوت صوار ساعة لا مالية غادي فهمت خلاص بور كيما ما قاناش قد تسجل نقطة الجنتين قدام خوان توايس تجربوا دقة وين فهمتني المفراض نخشن حاجة صوت صوت الله ساعة لا مالية هذه وقع مالية طيب ماشي نتمنى واه يتوقع بهم انايا ولكن بنصح كينا مساكين قصدي هذه كورونا اللي زهير قصدي مساكين ما لا يوذن غاد يا مو سني لا قينينا قين زيد الدوله ويقولوا لي صالح الدوله فهمت خارب الدوله هنا هنا راه كاين يحسن كينا مو خارب الدوله وزود الدوله ما تولي غاز فهمت غازون الشعب ما تحكمنيش باش انا اللي واقعيين باختصار وليسوا قالش تسمى تهمشني وذا انا قلت تهمشني وذا هذا غني وذا يعني هذا مثلا الاسواق الاسواق هذا اسمه الماري وذا المزواق اسمه الماري مش مزواق اسمه كريج وحفاظ وقران هذا ننتين هذا ننتين خذ حد قلنا اسواق النموذجيه قالش صافي تسمى ننتين صافي ننتين صافي ورخص كسوري ما قلت سوق نموذجي قلت سوق نموذجي شكراك من زغن صبحانت مثلا ما نسكن قو غاس من زغن قفوز وي غاس من زغن قفوز تو عدا ذي صبحان هذا عادي صبحان هذا ما تفهمنا هذا صبحان هذا صبحان وضغى خذ ايو ذا مثلا قل حانت اشينا حتى الغال حانت مثلا ها حانت سكو خمساني ستاني عشر خير وغاس ولا 200 دولار ديش نيشان وغاس مشي هو ميزي غير سخان يوذن نهار الدورة يوذن تصنو نهار الرويد وهم سكين تصنو التجارة وهم شحي دين نسكين نهار اليوم على نهار نهار اليوم على تبتل غاش وي شوي تغام سكين تعيش نخوص وغام ذن خصا ديش مسكين تعيش مو خصا ديش مسكين أخوش ما عرفي خصا التمنية خوخو فمدني غلا خا قد السوق وشوش ما عرفي خصا التمنية ده تعال مركز نزع السوق وش قال خمش قال خمش قال فريد غيوي نعم سيدي ونعم نيشان ليس 120 كيلو 90 كيلو صدق قياس حسابك وفيه 25 دور 25 دور ضروري 20 دور ريسال قابوا 20 دور مرة ريس غادا خصات تقع الرئة والتار خمسة تحبس تحبت نتنين صافي 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 ان شاء الله والله الا شفت من نوايت من نوايت توقع ابو منايا ان شاء الله ان شاء الله هذه الشيء من حاجه الشيخ بن سيدار بارك الله فيك شكرا شكرا انسك اخويا محمد خويا محمد السلام عليكم مجد جيد كل شيء مليح بخير الحمد لله خويا محمد تغسلي غير من اخبار قال اش قلت كسن جميع الاسواق الاسبوعيه يتجن ذهن بزاف عزي محمد زوج تغسل خوشك مراكز الاسواق الاسبوعيه ديالك مين غشني مساكين ديك بروبيس تصريح ثمار يا عدو يا فوق شتا شراب شراب شميت نزقوم شتوم يخدم جيغ تسريد من ايه يا خو محمد خو مراكز الاسواق الاسبوعيه ماني غير راح ندي ودانا اخويا محمد يجن واسي مش حامل مية يدي يخدم الرولو في دي يخدم قازي من وقع مخصف من وقع هذا الشعر كلها تويفة مش كفت من غير جمع مسكين ونخدم من خويا غير جمع ونخدم من السوق
فين غيجبع؟ شنو ما عرف يخص عشان ما عرف يعبع عشان ما عرف شنو ما هي تفق إمباتي عشان ما هني شنو قيمة؟ إيه وإن شاء الله هكو ورن شو محمد مني وان تفيد شغمة و تسكني على الأسواق مشو مشو من الأسواق ذي الأسواق الأسواق شن بنيتي دل إني غبارة ودي بقى خشيني ذي هن إثن الدب أيوة مشو عربي غبارة هن ذي غلة خو قنش إني ذي المجال الحضاري إني ذي المجال الحضاري هنا قنش هني كسب فهمتني غلا ولكن إني ذي القراوي إني ذي 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 الكامبا ودوينا في إني تجنت شو اختزال شيخ الصالح واه سبب بخلق الخي عسكر أيوة شو مقش الهاد خسيت كسني مجد نيش شيخ الله تعالى صح عسك نجيني السقوة نيش أنا خير إلا بنا بيتكنا بيتكنا تزخش شغل فيرق بيتكنا بنا بخش غير نجمع سقن السوق شنو بيتكنا بنا بخش يموت الشيء من العائلة نيشا نيشا انا يعني نومي تصدق الغرب يعني نومي تصدق الدار نيشا 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 جوتي وجبوا السوق تاع المسكنين مساكين تاع الموقع ديال الله يرحم الله نعم قال جوتي قال بروبيتش تزيخ بس قال جوتي اسمح واحد الحاج سلا بوات من عيشت وفهمها ان شاء الله اخويا محمد ان شاء الله ان شاء الله محمد اش يحفظ سيدي ربي توفيق ورشك انت على هذه الخدمه منش بارك الله فيك يلا تيلا اخويا محمد ايش السلام مالي بدو كرم شيش مالو ريش بدو كرم دي بدا تبيني تبيني تحييك كنو كنو خفا عند العالمين تبيني يا زيني خيست مدفعين شريه كموجود واه تبارك الله اخويا تبارك الله تبارك الله تبارك الله اش يحفظ سيدي ربي تحيه متبادله لتعليق الجنجيري جرياري معليش محمد جوج مسامر جوج مسامر ما حيت عمرو ما داروا او عمرو ما داروا واش مساوي يجي يزو اخدم الشغل واش كزو واش داير الخبار والله الا نيشا نيشا والله نيشا وزيد وشي توز ايوا قش 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 وعم طيلا اش يحفظ سيدي ربي بارك الله فيك محمد بارك الله فيك بارك الله فيك خويا محمد شكرا لك يا محمد عافاك بارك الله فيك اي كاين خويا موحي عاود خويا موحي ماش تجي دقش مليح كلشي مليح بخير خويا موحي واش تغش تسقسي غير السؤال واه قريش تغش تشكي تو الاسباب تو غنجن درس بعدا تو غادي السوق يدور موحي تصد غنسرى القناه هذيك الاسواق الاسبوعيه جان مره ديال الدم اخويا موحي وشوفي تسقى غاسوا خو مراكسن الاسواق الاسبوعيه يتجن ديهم الدم مثلا سروان زغنغان عرويق قد مجال حضاري رابعه خو قناش قد عدل في خو مراكسن الاسواق الاسبوعيه يتجن خو ديهم الدم اخويا موحي ماني غير راح المساكين اين يخدم من دار خو ديال السوق الصغن هاني دي غكسن هو يري عاود يقصا بيش انت وي الخير ها غكسن شو اسمها تسمي الياس جد فاطمه الخو قراش اخويا موحي الخو قراش مالك سنه نخو السوق الخو بلا ما قخمين التسم تسم ديال الموضوع تكبري غير لقاش احمد تجي بوليتيك تجي وسقسين يا كيودا كيف الموضوع منزا يا رب احمد سونزا ان شاء الله ديو منزا يا رب باش اخمي غير في جون تاعش منزا سو تاري شري كو العود بي دي توس والاجتماع خيو نزا قد انت ما بدي تشاف بي نزا اح قامرك سن السوق مالك سن هي مالك اي مال مكسير نشتي الدنيا يا قا يقضي وغلو ما نسمعوا لي اي حاجه لا ولكن زغش سقسي خويا موحي الخون شين ديك الزغن غالي حد ديال ان قغانا السوق وهي غانا فهمتني غلا مراكس السوق لا خو غانا انا هضرهم شي قعدت تخدم امين غير خدمنا دراهم بالدين 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 اني بالدين السوق غير خدمه بس بالدين اني وشانت من خو شانت وشانت ندي نقى بالدين قال انا يقول شانت الخو خويا موحي سيور الصراحه ما يهمش لي وذان مراكس السوق انا غلا السوق يجني ما يهمش لي وذان غلا ما يهمش لي وذان وا خسروا الناس انتوذري ثوذري ثوذري غياري أرخو عادي خو مريكاس بتناس السوق هذا في السبب يثوثري حتى بو كله من ثوثري ايوا اخويا موحي لكن غير الموقف تخص غير خدام حد فاضل بحال شكل كوري وتيبغي خدام قال شنو نخدم شاه خويا عطي
ايوا خويا محسن شين نمشي نتمنى نمشي نوانسي بو دكن الاخبار اخويا محسن ان شاء الله مبارك سي محمد سيودي غاسيتي يا كترجي السيود اخويا محسن ايوا اخويا محسن وقسني شي التحيه ايوا انا خويا محسن ايش تحب انت قسني شي التحيه ايوا دغيا يا حبيبي لينو مارس جام خاسي سي راجا مورينو دير اسمي جابي البركه وش التحيه طمقرنت سي حسام غيو ورد لي اخوانكم العزيز كنا تري عجبون فيديو عجبون فيديوكم ان شاء الله يفلح شكرا مونتي ليش نكني ورد ومن السلام عليكم.